ولد عدنان الباتشاتي عام 1923 في بغداد ونشأ في بيت سياسي حيث كان والده وعمه وصهره رؤساء وزارات مختلفة في العراق خلال العهد الملكي درس في كلية فيكتوريا في الإسكندرية وتخرج من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1943 التحق بالسلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية العراقية وعين في السفارة العراقية في واشنطن وقد حصل خلال تلك الفترة على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة جورج تاون في واشنطن عام 1949 تقلد مناصب دبلوماسية عديدة من أهمها أنه بقي مندوبا للعراق في الأمم المتحدة ما يقرب من عشر سنوات كما أصبح وزيراً لخارجية العراق بين عامي 1965 و 1967. تقاعد من العمل الدبلوماسي عام 1969 وذهب للإقامة في أبو ظبي. حيث ساهم مع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان أول من رفع علم الإمارات في الأمم المتحدة وبقي وزيرا في حكومة أبو ظبي من العام 1971 وحتى العام 1991. عاد مرة أخرى للعمل السياسي قبيل الاحتلال الأمريكي للعراق، ثم عاد للعراق عضوا في مجلس الحكم الذي أسسته سلطات الاحتلال الأمريكي في العام 2003. وبقي فيه حتى تم حله في نهايه يونيو من العام 2004. نتابع في هذه الحلقه والحلقات القادمه شهادته على عصر العراق من الملكيه الى الاحتلال. دكتور مرحبا بك. اهلا وسهلا شكرا ولدت في بغداد عام 1923 نعم كيف كانت نشاتك وطفولتك والله انا كنت اول ولاده قيصريه في تاريخ العراق الحديث و طبعا ذاك الوقت في بغداد الوسائل والمعدات الطبيه كانت يعني بدائيه لكن يعني اضطروا الاطباء ان يجروا العمليه فيعني <applause> هاي اول شيء اللي اللي اذكره في حياتي ما معنى ان تولد في بيت سياسي آه عمك كان رئيسا للوزراء والدك اصبح رئيسا للوزراء صهرك ايضا نعم. آه كان رئيسا للوزراء طبعا يعني كنا كنت اشعر انه احنا يعني مؤهلين لل لإدارة شؤون البلاد يعني صار عندي قناعة أنه متى تولدت هذه القناعة؟ ولا مع الوقت يعني والدي كان رجل سياسي وكان بيتنا دائما يجوا زوار ويتكلم وأنا أسمع وأنا ولد صغير في كان عمرك كم؟ يعني حوالي ثمان سنين تسع سنين سبع سنين طموحك السياسي بدأ مبكراً؟ والله كان طموحي في الحقيقة دبلوماسي أولا، يعني على أساس أكون دبلوماسي محترف وليس سياسيا، بالمعنى إنه أدخل انتخابات وبرلمان ووزارات وإلى آخره، كان يعني طموحي أن أخدم في السلك الدبلوماسي في الخدمة الخارجية، وطبعا مع الوقت اتسلم منصب سفير او شيء من القبيل لفظ عائله البتشتي يوحي كانه يعني غير عربي لا الحقيقه احنا اصلنا من قبيله عبده اللي متفرعه من عشيره شمر نعم. عشيره شمر يعني عرب اقحاح يعني <applause> عشيرة شمر نزحت في هجرات متتالية الى العراق من موطنهم الاصلي في نجد. نعم. في جبل شمر في نجد يعني نعم. حايل ويعني جدنا الاكبر اللي كان هو هناك وبعدين انتقل الى الموصل في اواسط القرن الثامن عشر. وكان ضابط في في سلاح الخياله. في الجيش العثماني؟ نعم. سباحي. كان يسموهم سباحية فكان عندهم ترتيب العثمانيين في ذاك الوقت أن الضباط اللي يعني يعتمدون عليهم يقطعوهم قطعة من الأرض قطعة أرض يزرعوها ولكن لهم مسؤولية واحدة وأنه إذا الدولة العثمانية طلبت من من أي شخص من أي ضابط من الضباط أن يساعدها في الحرب ويأتي بالمتطوعين والجنود هذا من واجبة في الحقيقة فيها شبه إلى حد ما للنظام الإقطاعي اللي كان سائد في أوروبا في القرون الوسطى نعم. فنزح إلى الموصل وهناك ابنه تصاهر مع عائلة اسمها عائلة الكلبدون كربدون هي الـ الـ القطع القماش المذهب يسموها كربدون نعم. في العراق هم هذولا منتسبين الى الامام علي بن الحسين زين العابدين ظهر احد اولاد الامام زين العابدين نزح الى شمال العراق ولهذا هناك في عائلات يسموها عائلات السادة نعم. في الموصل فهو ابنه تصاهر معهم <applause> لأنه هاي القطع القطعة كان يسموها بالتركي بارتشا 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 يعني قطعة نعم فكان يسمون بيت البارتشا تشي. اه الذين يجهزون القطع يعني. نعم إيه. وهو الجدنا الاكبر دخل بالسياسه وكان الموصل فيها حروب أهلية فهو حارب مع فئة من الفئات اللي خسرت الحرب وقتل وابنه أيضاً قتل وحفيده أيضاً قتل فأولاد أولاد ابنه وأولاد حفيد يعني أحفاده اخذهم خالهم اللي هو من بيت الكلبدون البارتشي لا. لا. كان اسمه عمر بكر مم. إلى بغداد ومع الوقت البارتشي أصبحت الباتشي آه. مع إنه يعني الباتشي إلها معنى اللي آه اللي تاجروا أو يعملوا اللي يسموه في مصر الكوارع اه اللي الباتشا <applause> باتشا باتشه في العراق نعم له انتم اجدادك كان قلت لهم والله يعني اذا اجدادك كانوا يعملوا فهذا شرف كبير يعني شو فيها يعني لكن الباتشا, مهنة. الباتشا جي هي جايه من من قطع القماش المذهب وليس من, من باتشه آه وليس من صناعه الكوارع كمان لا. <تصفيق> 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 انت حصلت على الابتدائيه من بغداد انتقلت للدراسه في كليه فيكتوريا في الاسكندريه نعم وكانت كلية فيكتوريا كانت مدرسة النخبة صحيح في العالم العربي صحيح أنت رحت 1934 كيف ف... كانت الإسكندرية حينما ذهبت إليها 1934؟ والله المنطقة اللي كنا إحنا فيها يعني منطقة أجنبية يعني نادر تسمع ناس تتكلم عربي يعني في المنطقة اللي اللي يسموها تعرف إسكندرية حضرتك طبعا محطة الرمل والشوارع اللي متفرعة عنها والاوتيلات والمطاعم قلب والك... الاسكندريه القديمه كلهم اجانب مم. يعني لا زال ت... فيها اسر يونانيه الى اليوم يونا... ما... نعم ما تسمع غير كلام يوناني او ايطالاني او فرنسي مم. آه اللغه الفرنسيه كانت هي اللغه اللي تجمع بين كل هال... الشعوب اللي كانت تسكن في اسكندريه منطقة مثلا اسمها كامب سيزار كامب شيزار كامب شيزار، هاي كلها كان يونان وش اسمه وكليوباترا وكذا، إذا اسكندرية تعرفها اسكندرية يعني تراث وتاريخ نعم ايه طبعا حتى معظم الأحياء تحمل هذه الأسماء القديمة ايه و... وأسماء أجنبية جليمونوبولو و... وزيزينيا وإلى آخره <applause> والله هي مدرسة كلية فيكتوريا مدرسة انجليزية يعني انشأها الانجليز في عام 1909 ل على أس.. على اساس تكون مدرسة شبيهة بالمدارس يسموها بابليك سكولز في انجلترا نعم. مثل ايتن وهارو ومانشستر المدارس هاي الشهيرة نفس الاسلوب نفس الطريقة حتى يعني الامبراطوريه البريطانيه كانت في اوجها في ذلك الوقت وكان يعتبروا انفسهم انه عليهم مسؤوليه لتمدين الشعوب الاخرى ولهذا ارادوا ان يعملوا هالمدرسه هذه حتى المصريين والشعوب الاخرى اللي في المنطقه استفادوا من الثقافة البريطانية. لكن هنا في نقطة مهمة بالنسبة لهذه المدارس وكذلك بالنسبة لبعض الجامعات التي أسست أن هدفها كان بالدرجة الأولى هو صناعة عقليات عربية تعمل أو وفق الفكر الإنجليزي والثقافة الإنجليزية بحيث أنها تصبح بعد ذلك في ظل الاحتلال الذي كان موجودا للمنطقة امتداد. للبريطانيين يعني ما اعرف اذا كان هو هناك يعني هدف سياسي لكن ما في شك كان هناك هدف ثقافي الهدف السياسي كان واضحا ان معظم الشخصيات التي تخرجت من هذه المدارس هي التي لعبت دور في كان الحكم يفكروا اذا الشخص تثقف ثقافة بريطانية راح يأيد بريطانيا بس ترى العكس صار مش قضية أي بريطانيا قضية إن كثير من السياسيين العرب الذين تخرجوا من هذه المدارس لعبوا دورا في امتداد الاستعمار بشكل آخر أو ثقافته في المنطقة بغض النظر أو عن أن هناك استقلالا شكليا طبعاً. أو كافحوا الاستعمار قسم منهم قليل يعني يعني لا ما بالعكس أنا يعني بالنسبة لي يعني خبرتي في الموضوع إنه صار عندي رد فعل أنا لأنه هو يعني درسنا تاريخ من ابرز زملائك اللي تذكرهم اللي درسوا معك في فيكتوريا آه ممن اصبحوا مشهورين او معروفين بعد ذلك ما درسوا معي بعدين اجوا مثلا الملك حسين الله يرحمه نعم آه لما لما صرت قنصل في اسكندريه بعد عشر سنين من تخرجي كان هو لسه تلميذ في في فيكتوريا يعني م يعني هذا كان هو طبعا اشهر شخصيه وكان هناك بعض اولاد العائلات المصريه المعروفه يعني لماذا اختار لك اهلك الدراسه في الاسكندريه في كليه والله كانت هي يعني تعتبر مثل ما قلت مدرسه النخب ومدرسه تعد التلميذ للالتحاق بالجامعات البريطانيه في اوكسفورد وكامبريدج لانه الشهاده لتعطيها تعطيها كلية فيكتوريا كان اسمها اوكسفورد اند كامبريدج سكول كان الاسئله يضعوها في على فكره التعليم في مصر في ذلك الوقت كله كان بهذه الطريقه جامعه القاهره كانت تصحح الامتحانات في في جامعه لندن وكانت تمنح يعني آه الشهاده المصريه تعادل اي شهاده بريطانيه إيه في ذلك الوقت فكان يبعثوا الاسئله وسيل الامتحانات في انا يعني اقول لك بصراحه استفادت في فيكتوريا اولا يعني قوه اللغه الانجليزيه واللغه الانجليزيه مفيده افادتك في حياتك بعد ذلك في العمل الدبلوماسي وثانيا يعني نمت في قابليه التفكير المستقل يعني صنعت شخصيه ليك مستقل. نعم افكر لما لما اشوف شيء ما افحصه يعني على اساس العقل والمنطق الحرب العالميه الثانيه اشتعلت في العام تسعة 39 وربما قضيتم العام الاخير من الدراسه نعم آه آه ليس في كليه فيكتوريا وانما انتقلنا انت لإنه كليه فيكتوريا اخذوها الانجليز القياده البريطانيه عملوها مستشفى عسكري نعم فانتقلنا الى اوتيل من افخم الاوتيلات في اسكندريه، اوتيل سان ستيفانو اه طبعا في انتقلت من الدراسه في الاسكندريه، انهيت يعني دراستك في كليه فيكتوريا 1940؟ نعم انتقلت الى بيروت للدراسه في الجامعه الامريكيه في يعني بيروت كان المفروض انا يعني اروح الى اوكسفورد جامعة أكسفورد في بريطانيا إيه ولكن سنة الأربعين مثل ما تعرف الحرب العالمية كانت قائمة سقطت فرنسا نعم. ودخلت إيطاليا الحرب فأصبح السفر إلى أنجلترا لكن طبعا طيارات ما في عن طريق البحر غير ممكن مستحيل فحتى لا تضيع علي السنين دخلت الجامعة الأمريكية في بيروت وكانت الجامعة الأمريكية الحقيقة تجربة ممتازة جدا لأنه بالرغم من اسم الجامعة الأمريكية في الحقيقة كانت جامعة قومية عربية أنا هاجف موضوع قومية عربية نعم. لأن هناك علامات استفهام لذلك قائمة إلى اليوم وستظل قائمة حول الجامعة الأمريكية في بيروت تحديدا وكونها أسست لعدة أهداف بغض النظر عن الموضوع الثقافة كان الهدف الأساسي منها هو تخريج جيل من السياسيين العرب الذين سيقودون العالم العربي للمرحله القادمه ما بعد انتهاء الاستعمار بشكل اساسي. والله هي طبعا اسست ككليه تبشيريه في الحقيقه لانه يعني اللي قاموا فيهم رجال دين بروتستان حتى كان اسمها قبل ما تصير اسمها الجامعه الامريكيه بيروت سريان بروتستانت كوليدج الكليه البروتستانيه السوريه. هذا اسمها الاول نعم. بعدين غيروا الى الجامعه الامريكيه في بيروت طبعا من ناحيه تبشيريه ومن ناحيه ايضا تعرف في 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 بعض الشخصيات في امريكا لهم تفكير مثالي يعني يجون يخدمون البشريه والى فيعني جو خاصه انشاوا كليه الطب اللي ساهمت مساهمة مهمة جدا في تنمية العلوم الطبية في 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 لبنان في البلاد العربية. بس بعدين مع الوقت لما التحق بيها عدد كبير من الشبان العرب من فلسطين ومن سوريا ومن لبنان ومن العراق ومصر قليل بس و وخاصة بعد الحرب او قبيل الحرب العالمية الثانية وخلال الحرب وبعد الحرب موضوع فلسطين والاستعمار وكفاح سوريا ولبنان للاستقلال وكفاح دول المغرب وشعوب المغرب فتولد في الحقيقة شعور قومي عربي قوي جدا في داخل الجامعة نشأة القومية العربية بدأت يعني جمعية العروة الوثقة نشأة نعم. نشأت القومية العربية بدأت داخل الجامعة الأمريكية في بيروت وتحت رعاية رئيس الجامعة وهذا يلقي بعلامات استفهام كبيرة حتى اليوم حول فكرة القومية العربية التي لم تؤدي إلى شيء للعرب إلا التمزق والتشتت القائم الآن هذا ما أظن هو هذا ما يقع على القومية لكن على الذين استغلوا القومية لأغراضهم الشخصية يعني الفكره القوميه مو فكره سيئه وفكره في الحقيقه موجوده في كل العالم يعني شيء طبيعي بعد سنين من الاستعمار لكن كان الهدف منها هنا هو الانسلاخ عن العالم الاسلامي بالدرجه الاولى وتقزيم المشروع العربي ليصبح مشروع محدود وتقود فئات محددة فعلت ما فعلت في العالم العربي بعد ذلك والله تعرف يعني القومية العربية نشأت وصار لها قوة بعد ما جمعية الاتحاد والترقي عملت انقلاب في تركيا وخلت خلاعة السلطان عبد الحميد وكانت توجهاتها توجهات قومية تركية تورانية مثل ما ضيقة يعني حاولوا تتريك جميع العناصر غير غير التركية تت... يعني العرب والأرمن وغيرهم وحتى بلغار أنه كلهم يسوهم أتراك يتكلموا التركية. حتى كان يعني لغة التعليم ي... يعلموا اللغة العربية بالتركي في المدارس نعم الأثمانيين. حتى غيروا الحروف بعد ذلك لكن انا خليني نعم انا هنا في القوميه العربيه كمال انت في الفتره من 40 43 حينما كنت تدرس في الجامعه الامريكيه في تاثرت جدا انا بالفكر القومي طبعا انا كان كان عندي استعداد للتاثر لانه نشات في بيت يعني خاصه والدي كان من ما يسمى الرعيل الاول الشباب المتعلم في مطلع القرن القرن الماضي اللي يعني فكروا بانفسهم عرب اولا وان لا يجوز ان يعني يبقى العرب تحت الحكم التركي وخاصه بعد ما جمعيه الاتحاد والترقي استلمت هي الحكم القصه في هنا قصي قصه ليست قضيه الحكم التركي لان كانت الخلافه العثمانيه على يعني كل المعايير هي المظلة الإسلامية التي كانت تجمع العرب والمسلمين ولهذا ولهذا يعني مثلا إلى أن إلى أن جاء حزب الاتحاد والترقي والتوجه القومي التركي الضيق يعني على أساس أنه دولة تركية على جميع الشعوب التي كانت يحكمها العثمانيين ان يصبحوا اتراك يعني لا, لا يعني قوميه شوفينيه مثل ما تسميها احنا مش يعني انا انا اريد ابقى في اطار ما يسمى بالقوميه العربيه ونشاه القوميه العربيه من الجامعه الامريكيه في بيروت هذه علامه استفهام تاريخيه تريد فحص وتدقيق في ظل معلومات اشارت لا يعني كان الى ان رئيس الجامعه الامريكيه في بيروت هو الذي تبنى كان هذا كان يشجع تعليم اللغه العربيه مين اللي كان بيشجع تعليم اللغة؟ اللغة العربية يعني في الجامعة يجوا تلاميذ مدارسين اللغة العربية، ما يعرفوا اللغة العربية عرب؟ عرب طبعاً إيه، يعني لأنه هو المدارس التركية كانوا يعلمون التركي هو لا في يعني فين التركي يعني؟ فين التركي؟ هات لي مدرسة كانت بتفرض اللغة التركية في مصر أو في أي دولة مصر عربية غير شكل لا هات لي دولة عربية أخرى انت كنت في العراق مفروض عليك اللغه التركيه لا أنا, أنا طيب لا لانه انا طب ليه بتقول لي انا, أنا, إيه؟ أنا ولدت بعد انها الاتراك لم الأسلام. يفرضوا اللغه التركيه على العرب على الاطلاق نعم الاتراك لم يفرضوا اللغه في التركية. المرحله الاخيره اي مرحله المرحله قل من سنه كذا لكذا ايوه من مع من 1908 الى 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 نهايه الحرب العالميه قل لي اي دوله الان الاتراك فرضوا عليها اللغه التركيه ان تعلم في المدارس في هذه الفتره فين في, في العراق في العراق فرضت اللغة التركية كحاجة أساسية نعم في العراق في, في سوريا متأكد يعني بديلا من اللغة العربية اللغة العربية يتعلموها كلغة ك ك لكن لغة التدريس أنا لا أريد هنا لا أريد هنا أن يكون هناك مبرر للدور الأمريكي في نشأة القومية العربية من خلال الجامعة الأمريكية التي درست فيها ودرس فيها كثيرون في ذلك الوقت ونشأ الفكر القومي فيها لأن نشأة الفكر القومي في الجامعة الأمريكية في بيروت يلقي بعلامات استفهام كبيرة لا لا حول ما يسمى بالقومية العربية. في الحقيقة نشأ حتى قبل الجامعة الأمريكية يعني نشأ في لبنان قبل الجامعة الأمريكية يعني كان اكتشفوا الناس أمجاد العرب واللغة العربية. هذه قصة أخرى ليس لها علاقة بالقومية العربية. أن نشأة الفكر القومي على يد مجموعة من المسيحيين تحديداً الذين كانوا يدرسون في الجامعة الأمريكية في بيروت لا أنا أعتقد هذا في الحقيقة تسهيل لأنه مثل ما قلت لك الشيء الأول هو إحياء اللغة العربية وبطبيعة الحال اللغة العربية لم تكن ناتت إحياء اللغة العربية أدت مع الوقت إلى إحياء الفكرة القومية العربية أنت لما درست في الجامعة الأمريكية في بيروت اخترت دراسة السياسة ولا حد وجهك إليها؟ أنا اخترت طبعاً أنت اخترت السياسة. إيه؟ كنت علاقتك بوالدك إيه في هذه الفترة؟ والدي كان كان في آه فرنسا، من؟ في فرنسا يعني تعرف والدي كان وزير مفوض في 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 باريس نعم لما سقطت فرنسا. وراح ومثل العراق في فيشي من الحكومة الفرنسية حكومة فيشي نعم انتقلت إلى فيشي نعم. بعدين سنة نهاية الـ 41 العراق قطع علاقته مع, مع فرنسا مع حكومة فيشي نعم. فحاول يرجع العراق ما قدر يرجع لأنه الـ فبقى الـ إلى سنة الخمسة وإلى نهاية الحرب ذيك الفترة أنا أنا كنت في في بيروت يعني ما شفته أنت درست أربع سنين في الإسكندرية ودرست أربع سنين لا ست سنين في الإسكندرية ست سنين في الإسكندرية وثلاث سنين في بيروت تسع سنوات غبت عن العراق كيف كانت وفترة النمو يعني كنت أروح وأجي العراق طبعا و... لكن كيف كان علاقتك بما كان يحدث في العراق؟ مثلا سنة الواحد 41 ثورة <applause> رشيد علي الكلاني أنا كنت في بيروت نعم وتركت بيروت رأسا رحت الى بغداد وتطوعت فيما يسمى بكتائب الشباب. كتائب الشباب يعني دربونا على أساس تكون لحفظ الأمن الداخلي في داخل المدن في العراق في العراق حتى الجيش يتفرغ للعمليات العسكرية. طبعا الحركة مع الأسف ما استمرت أكثر من أسابيع الحركة بدأت في ابريل نيسان 1941؟ الح ايه, إيه... والحرب بدأت في 2 مايو هم. وانتهت في 28. إيه الأسباب اللي أدت لفشل ثورة رشيد علي الكلاني؟ ما كان في أدنى استعداد يعني انجلترا كانت في داخل الحرب و... وكان عندها جيش قوي موجود في مصر تعرف قياده الشرق الاوسط. وبعدين كان لها سيطره جويه كامله من الناحيه العسكريه يعني ما العراق ما كان عنده قوه جويه تذكر. فكان في الحقيقه معركه غير متكافئه. رشيد علي الكلاني فر واعضاء حكومته من بغداد في شهر مايو ايار عام 41، بدات مرحله جديده على يد البريطانيين لمملكة العراقيه. الاحتلال البريطاني الثاني. ده بدا من 41 واستمر الى 58. لا. واحد 41 وبعدين بعد الحرب انسحبوا البريطانيين بقت بس لكن بقوا يتحكموا في صناعه القرار وفي السياسه صحيح في العراق صحيح من ابرز السياسيين اللي ظهروا في في هذه المرحله كان نور السعيد نعم آه تعرف نور السعيد نعم اعرفه شخصيا التقيت مع معرفة نور السعيد طيبه كثير صف لنا شخصيه نور السعيد ولا نور السعيد يعني شخصية بغدادية وعنده طريقة للتحبيب نفسه للناس ومثل ما يسموه بالانجليزي شارم عنده يعني شخصية شيقة في الحقيقة هو, هو نور السعيد بدأ حياته السياسية كقوم عربي ملتزم يعني كان من أو من اول المنتمين الى جمعيه العهد اللي اسسها عزيز علي المصري نعم في اسطنبول واغلب بعضها كانوا من الضباط العراقيين وكان ضابط اركان حرب في الجيش العثماني وشارك في حرب البلقان وجرح في معركه من المعارك ضد البلغار وقتها وظل تفكيره العربي يعني الى ان الى ان مات ما تغير يعني التزامه بالفكر القومي العربي بس مشكلته اظن تعرف سنه 1916 صارت الثوره العربيه مع الملك حسين نعم ملك الحجاز هو شارك فيها طبعا شريف حسين شارك فيها نور السعيد فيعني في فكر انه انجلترا هي الدوله الكبرى العظيمه لل اللي احنا نحتاج الى صداقتها والى الى تعاونها ومعونتها لنا حتى نبني دول ناشئه وظلت ظلت العقده عند الى ان مات في الحقيقه مع الاسف طبعا الثوره العربيه بعدين العربي صار عنده عقده اخرى قبل ما يموت الشيوعيه اقتنع انه الشيوعيه خطر داهم على العراق ولهذا يعني عمل اشياء في الحقيقه ما كان ما كان لها ضروره او لزوم زي الدخول في الاحلاف الاحلاف اللي حلف بغداد الشهير حلف بغداد مثلا اي نعم وبعدين الغلطه المميته اللي اظن اللي اللي ارتكبها لما صار العدوان الثلاثي على مصر 56 56 آه كان, كان 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 باستطاعته ان ينقذ سمعته ان ينسحب من ميثاق من حلف بغداد نعم باعتبار انه آه احد اعضاء الحلف وهي بريطانيا شاركت اسرائيل هي اللي العراق كان في حاله حرب معها نعم في الهجوم في الأدوان على مصر على مصر اللي يرتبط العراق معها باتفاقية الدفاع المشترك نعم يعني هاي الناحيه القانونيه عدا الناحيه القوميه والناحيه مع الاسف هالفرصه هاي ضيعها ولهذا اظن يعني وراها كتب كتب على نفسه الفناء يعني الان الرجل كان مواليا للبريطانيين ويعتقد ان لا يمكن عمل شيء بدون دوله بريطانيا العظمى يعتقد اي نعم يعتقد ان بريطانيا عداؤه للشيوعيه خلاه يدخل في احلاف مع البريطانيين ومع مع الغربيين بشكل عام نعم ظلت آه سياساته وهو الف اكثر من 14 وزاره في العراق، سياسات مرتبطه بالبريطانيين الى بشكل رئيسي. يعني هو طبعا يعني هو طبعا هو عقد معاهده سنه 30 اول معاهده تحالف مع بريطانيا اللي على اساسها العراق نال استقلاله ودخل عصبه الامم م. وراد يعدل هالمعاهده هذه بعد الحرب العالمية الثانية نعم وخلافه مع مصر يعني مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان حول المعاهدة هو عبد الناصر قال إن بلاش تدخل في أحلاف طلب منه عدم الدخول في أحلاف إيه اعمل معاهدة مثل ما احنا عملنا معاهدة ثنائية حول جلاء عن السويس سنة نعم 54 نعم إيه؟ اتفاقية الجلاء بس, بس جواب النوري نوري السعيد كان بس احنا وضعنا يختلف عن وضع مصر احنا الاتحاد السوفيتي قريب جدا والحزب الشيوعي عنده نشاطات قوية في العراق ولهذا يجب أن نتحالف ان مع دول اللي أيضا تشاركنا الخوف من الخطر الشيوعي الدائم يعني هاي كان هاي وجهة نظر الان ممكن. الان نور السعيد لعب دور مهم في سياسه العراق حتى العام 58 كان في شخصيه اخرى ايضا كانت تلعب دور مهم في صناعه السياسه في العراق هو الوصي على العرش عبد الاله الذي اصبح وليا للعهد نعم. بعد ذلك تعرف عبد الاله نعم اعرفه طبعا صف لنا عبد الاله تعرف عبد الاله هو الابن الوحيد للملك علي الملك علي هو النجل الاكبر للشريف حسين نعم ولما الشريف حسين تنازل عن عرش الحجاز، الملك علي اصبح ملك لمده قصيره بعدين الجيش السعودي اخذ الحجاز مثل ما تعرف. فهم تركوا الحجاز والملك علي جاء الى بغداد ضيف على على شقيقه الملك فيصل الاول وعبد الله كان. فعبدالله كان يعني اعطوه وظائف رمزية هيك كان يعني حقيقة شخصية مغمورة تماما فجأة سنة تسعة وثلاثين ابن عمو الملك غازي قتل في حادث السيارة نعم الملك غازي كان متزوج شقيقة عبد الإله الأمير عبد الإله وابن الملك غازي الملك فيصل كان عمره اربع سنين فقط فيعني كموضوع وصايه اصبح وصيا على العرش كان صار صار وصي على العرش واصبح هو الملك الفعلي عن ما عنده اي خبره مم في شؤون السياسه وبعدين كان ذيك السنه سنه في الحقيقه عصيبه وخطيره لانه يعني صارت الحرب الحرب العالميه الثانيه نعم تسعة 39 فيعني فجأة شاف نفسه عليه مسؤوليات وعليه تحديات اللي كان صعب عليه أن أن يقف أمامها فارتمى في أحضان الإنجليز آه. ارتمى في أحضان الإنجليز من اللحظة الأولى اصطدم مع رشيد علي كرشيد علي أصبح رئيس وزراء رشيد نعم. علي وصارت مسألة دخول إيطاليا الحرب <applause> لما صارت الحرب العراق قطع علاقته الدبلوماسيه مع المانيا مثل ما عملت مصر نعم كل الدول المتحالفه مع البريطانيه ايه لما ايطاليا اعلنت الحرب بعد سقوط فرنسا يعني في شهر يونيو 1940 آه الانجليز طلبوا من العراق ان يقطع علاقته مع ايطاليا. لا. رشيد علي كان رئيس وزراء قال لا ما في ضروره نقطع علاقتنا مع ايطاليا على كل حال احنا إيه فهذا هذا الحقيقه يعني آآ آآ اثار موقف مستقل عن آثار السياسه غضب الانجليز. آه. فبعدين حاولوا يستدرجوا لرشيد علي لصدام مسلح فقاموا يجيبوا جيوش ويبقوها بالعراق رشيد علي تفسيره للمعاهدة البريطانية العراقية أنه من حق الجيوش البريطانية أن تمر عبر العراق إذا كانت يعني لأسباب حربية وعسكرية بس مش البقاء في العراق الإنجليز قالوا لا إحنا من حق نبقى في العراق لأنه حتى نتزود و والجنود يرتاحوا الى اخره يعني فصار هالاخذ والرد والانجليز كان ناويين شايفين انه له علاقات جيده مع ايطاليا وايضا صلات مع الالمان فرادوا يقضوا عليه يعني فاستدرجوه الى مصادمه مسلحه غير متكافئه وطبعا عبد الاله علاقته بالبريطانيين لعبت الدور الاساسي في ظل ايضا ان نور السعيد كان يرى ان بريطانيا هي الدوله العظمى التي ينبغي ان تكون هناك علاقه جيده وكون هؤلاء الاثنين ثنائي امتد من 41 ل 58 تقريبا في نعم وزارات كثيره اسسها نور السعيد نعم كان من ان الاخر كان يكلفه بالوزاره عبد الاله عده مرات طبعا يعني اول وزاره كلفوا فيها كانت الوزارة الرابعة هو شكل 14 وزارة رشيد علي الكلام يعني. قصدك نور السعيد اه نور السعيد عفوا نور 13 أظن 13 أو 14 لا الوزارة الرابعة عشرة وزارة الاتحاد الهاشمي مش وزارة عراقية اه هذه أنت كنت فيها عضو في اللجنة التي كانت تبحث سآتي لها بعد نعم. ذلك لكن في هذه الفترة، أنا يعني حتى يفهم المشاهد معنا كيف صيغت سياسة العراق في الفترة من 41 إلى 58، وأن هذين الرجلين تحديدا الواصي على العرش عبد الإله ونور السعيد، بحكم أنهما علاقاتهما كانت وطيدة بالبريطانيين، وكانوا يروا أن الارتماء في أحضان البريطانيين أساسي. يعني كان يعتقدوا أن بريطانيا في إمكانها أن تقدم المساعدات. بعدين من امريكا اصبحت هي الدوله العظمى الكبرى، فايضا وطدوا العلاقات مع امريكا. يعني مثلا بعد العدوان الثلاثي على مصر ستة 56, 56 امريكا اخذت موقف يعني ايزنهاور موقف مشرف الحقيقه لا هو موقف يتوافق مع السياسة الامريكية مشرف لامريكا مش لينا احنا لا بس يعني على كل حال اجبرت اسرائيل والانجليز والفرنسيين ان ينسحبوا من 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 الاراضي لان يعني امريكا كانت تريد ان تصنع سياسة جديدة في المنطقة وليس من اجل العرب، بس نضع الحاجة في اطارها على كل حال يعني المهم هي النتائج يعني احنا ليش نروح ونبحث ما هي الدوافع اللي خلت امريكا حتى نضع الامور في اطارها هذا تاريخ الدوا... الدوا... بس موضوع الدوافع يعني لما نقول امريكا م... اخذت م... موقف مسألة مشرف رأيي. مشرف لمين عفوا يا دكتور امريكا اخذت موقف مشرف مشرف لمين نعم مشرف لمين الموقف اللي اخذته امريكا مشرف لل... لل... لل للقانون الدولي ولل. هي من امتى ولل... امريكا بتاخذ مواقف مشرف بس في هالقضيه بدي اقول لك لا ما اخذتش موقف من اجل القانون هاي. الدولي هذا الموقف كان تحديدا من أجل ملء الفراغ من أجل أن يكون هذا نهاية أنا بريطانيا أنا في المنطقة أنا وتحل أنا كنت أمريكا كنت محلها اسمح لي أنا كنت في أمريكا وقتها لولا الضغط والموقف القوي اللي اتخذه آيزنهاور ما كان إسرائيل راح تنسحب من سيناء إحنا لا ننكر ولا كان الإنجليز يسحبوا من مصر لا ننكر هذا ولكن نضعه في إطاره إطاره السياسي وإطاره التاريخي اطاره السياسي انه كان لمصلحه يعني امريكا طبعا امريكا يعني ايضا تعمل لمصلحتها يعني شافت انه مصلحتها مصلحتها تتفق مع جلاء القوات الاجنبيه عن مصر يعني مصلحتها صارت من مصلحه مصر ايضا بس مصر لازم تفهم ان دي مصلحه امريكا وبعدين واستفادت منها دي قصه اخرى طبعا يعني الدول تقوم بسياسات الدول تكون على أساس مصالحها لكن إذا نتيجة هذه السياسة تكون مفيدة لك يعني تعترف بها أنت رجعت العراق سنة 43 وفكرت أن تلتحق بالعمل الدبلوماسي قدمت لوزارة الخارجية قدمت ورفض طلبي بال... لماذا؟ للامتحان لماذا؟ لانه شاركت مثل ما قلت لك في التحقت في كتاب الشباب التي كانت تبع الرشيد علي الكلاني فكان هناك تقارير من آه. إيه؟ انت كيف وجدت العراق حينما رجعت إليه سنه 43 قلت لك يعني كان كان احتلال ثاني يعني مثلا عدد جيش الجيش البريطاني اللي كان موجود جت جيوش اخرى مع الحلفاء مثلا جيش بولوني موجود في العراق ايه الجيش بولوني اللي كان موجود في روسيا كانوا اسرى اسرى آه عند روسيا لما المانيا هاجمت الاتحاد السوفيتي سنه 41 افرج عن هؤلاء الاسرى وبعدين بريطانيا جابتهم من روسيا الى العراق عبر ايران الى العراق بقوا مده في العراق بعدين راحوا الى مصر وحاربوا في, في في ليبيا تعرف الصحراء الغربيه. الوزارات كانت مضطربه جدا في العراق، كل عده اشهر الوصي على العرش يكلف وزاره جديده، نور السعيد شكل وزارته السابعه في 8 تشرين الاول 42، الوزاره الثامنه في 19 كانون الاول 43 وقدم استقالته المزدوجه منها في 19 ابريل 44. ما الذي كان يعكسه ذلك على الوضع العراقي؟ الوزارة لا تستغرق عدة اشهر. يعني الحقيقة عبد الإله حاول حاول أن يتحرر من نفوذ نور السعيد، أن يبتعد عنه بقدر الإمكان، ولهذا حاول أنه يجيب شخصيات أخرى اللي هي كانت مناوئة لنور السعيد أو على كل حال اللي اعتقد انها ممكن ان تملا الفراغ فكان عمل تجارب كثيره لكن لم ينجح لانه الانجليز في الحقيقه كانوا ملتزمين بنور السعيد الأمير كان في وقت ما رشحوا فاضل الجمالي نعم وصار رئيس وزراء فاضل الجمالي وفي وقت اخر كان يأيدوا شخصية سياسية صالح جبر أيضا أيضا صار رئيس لكن كلها لمدة أشهر فقط أيضا عمك حمد البججي شكل حكومته الأولى بتكليف من على العرش 23 مايو أيار 44 نعم بعد تدخل من البريطانيين استقال في 29 أب أغسطس 44 كلفوا الواصي على العرش مرة أخرى بتشكيل حكومته الثانية وأيضا بعد مدة استقال يعني استقال يعني بغ... في الحقيقة وزارته الوزارتين بقت سنة ونص نعم اللي أك... كانت يعني ضعف تقريبا ضعف عمر الوزارات الاعتيادية أه... والدك مزاحم البججي وأنت كتبت سيرته الذاتية كان في هذه الفترة كان في فرنسا لازال نعم أه... كان من... من سنة 39 إلى 45 انت فترة طويلة أنا لم تلتقي إلى بوالدك الى اخر سنتين من الحرب قضاها في سويسرا في جنيف انت فترة طويلة لم تلتقي بوالدك سنوطن. عشر سنين عشر سنين نعم في الفترة من كم لكم؟ 39 ل 49 خلال الفترة هذه دخلت الخارجية العراقية وتزوجت وصار عندي طفلة ولم ترى اباك طول <applause> العشر سنوات والتقيت باول لما عينت في اسكندرية تقيت في مطار القاهرة مم. كنت تتواصل معه ايه طبعا التعاصل. كيف كان لقائك بعد عشر سنين مع والدك في الفترة والله تعرف كان كان ما كان سهل لانه يعني هو كان يفكر انه انا بعدني طفل طفل طبعا وسائل <applause> التكنولوجيا الحديثه كنت يعني فخور بشبابي وانه متزوج وعندي عائله وعندي كذا وأصبحت قنصل إلى آخره، فيعني في فصار نوع من هذا الشيء طبيعي أعتقد يعني أنت في نوفمبر 44 التحقت بوزارة الخارجية في العراق؟ ديسمبر ديسمبر 44 عينت في البعثة العراقية في واشنطن؟ نعم ذهبت إلى الولايات المتحدة وبقيت هناك إلى العام 49؟ نعم كيف كانت واشنطن في الفترة هذه بعد الحرب العالمية الثانية؟ والله يعني انا تعرف معلوماتي عن عن امريكا كانت مستقاة من بعض كتب التاريخ وبعض الاعمال الادبيه الامريكيه والافلام افلام هوليوود كان عندي فكره يعني عن الحياه الامريكيه لما رحت شفتها تختلف تماما كيف؟ غير شيء كان آه الأمريكا كانت في أوج قوتها و... في ذلك الوقت أي طبعاً لأنه العالم كله العالم العرق. كله كان مدمر آه. أوروبا مدمرة اليابان مدمرة والشرق الأقصى مدمر وأمريكا خلال الحرب أربع سنين الحرب اللي كان فيها ما 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 أصابها شيء باستثناء بور هاربر بس ها بور هاربر أول شيء وانتهى بعد وراك. مم. فكان يعني شفت مجتمع متقدم وراقي وفي نوع من الله لكن لاحظت شيء في واشنطن المعامله السيئه اللي كانوا يعاملون فيها السود اه كانت ظاهره في يعني دلوقتي. كان ذاك الوقت واشنطن كانت مدينه فيها تفرقه كامله صف لنا بعض مظاهر يعني مثلا ما تشوف اسود في مطاعم اللي يفتادها البيض على الاطلاق على الاطلاق ما تشوف اسود ما, ما يخلوه اصلا ما يمنعوه من الدخول حتى اذا دخل ما 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 يعطوه اكل انا شايفه بعيني هاي امم يقعد ويتجاهلوه تماما حتى لو معه فلوس ما 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 يريدون فلوسه المخازن ال دور السينما ممنوع الاسود ممنوع دور الاسود السينما. في دور السينما اللي فيها البيض ايه مفهوم الاسود هنا هو اللي لونه اسود ولا حتى انت يعني شرق أغ... اوسطي ينظر لك كأسود يعني من من اصل افريقي من اصل يعني دول من اصل الزنوج كانوا يقفوا عند حد اللون فقط ولا حتى لو ملامحك ليست بيضاء يعني اذا الملامح تشبه الى حد ما الزنوج مم. فتره وجودك في الولايات المتحده من 44 <تصوح> نقول إلى 49 <تصوح> <اله> 45 <تصوح> 45 إلى 49 في هذه الفترة أنت حصلت على الدكتوراه من جامعة جورج جورج تاون نعم وحصلت عليها في العلوم السياسية أيوة واعتبرت ده إنجاز كبير في حياتك أعتقد إيه. أيضا تزوجت واعتبرت زواجك إنجاز كبير في حياتك هذا أكبر أكبر من الشهادة طبعا صهرك اصبح رئيس الوزراء العراق عده مرات كان اخرها في سنه 57 ثلاث مرات ادار ثلاث وزراء ثلاث مرات آه ايه اهم الاشياء اللي تركت اثر في شخصيتك في خلال فتره وجودك الاولى في واشنطن من 45 الى 90 والله انا يعني الحقيقه درست بعمق النظام السياسي الامريكي وتاريخ الولايات المتحده و يعني وشفت انه المجتمع ما في شك مجتمع قائم على اساس الحريه والمساواه ما عدا فيما يتعلق بالسود طبعا الاسس السياسيه والقانونيه اللي بنيت عليها امريكا اسس قويه و وهذا هذا سر بقاء الديمقراطيه الامريكيه بالرغم من كل التقلبات. انت رجعت بعد ذلك 49 اصبحت قنصل في الاسكندريه لم تبقى فتره طويله ورجعت بعد ذلك الى بغداد، الفتره من 51 الى 58 كانت فتره مليئه بالتقلبات الكثيره في بغداد، إيه. ابدا معك الحلقه القادمه من هذه الفتره من 51 الى 58، شكرا جزيلا لك كما اشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل الاستماع إلى شهادة الدكتور عدنان البتشتي وزير خارجية العراق الأسبق وعضو المجلس الرئاسي في مجلس الحكم الذي أسس بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في العام 2003. في الختام أنقل لكم تحية فريق البرنامج وهذا أحمد منصور يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.